شمال سيناء. الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي امبارح يوم الاثنين راحوا زاروا المصابين من رجال الشرطة في حادث الواحات البحرية الواقع طبعا يوم الجمعة الماضي في مستشفى الشرطة في العجوزة. دي لقطات لهذه الزيارة. الحقيقة شيخ الأزهر كلمته جميلة جدا، والحقيقة دكتورة غادة والي كمان قالت كلمة من القلب، يعني من قلب ست مصرية كده قبل ما تكون وزيرة أو مسؤولة في الدولة. شيخ الأزهر اطمأن على المصابين واتمنى لهم الشفاء العاجل، وأشاد جدا بحجم التضحيات الكبيرة اللي رجال الشرطة البواسل بيقدموها لحماية هذا الوطن وتأمين المواطنين. وكان بيتكلم أو أكد أنه حادث الواحات خلى الأبطال دول يظهروا شجاعة كبيرة جدا في مواجهة الإرهاب الغاشم ويضحوا بأرواحهم طبعا لحماية هذا الوطن. وكان بيتكلم كمان شيخ الأزهر على أنه الشعب المصري أجمع أنه يقدر يقدر كل ما يبذله رجال الشرطة والقوات المسلحة من دماء وتضحيات غالية من أجل دحر عصابات الإرهاب اللي بتروع الأمنين وبتستهدف أمن واستقرار البلد. طبعا أكد كمان مساندة الأزهر الشريف للشرطة والجيش في مواجهة هذا الإرهاب الخبيث، وأنه تلك العصابات الإجرامية مش هتقدر أبدا ولا هتتمكن من كسر إرادة الشعب المصري اللي بيقدر وهيقدر بإذن الله من خلال وحدته وتكاتفه مع مؤسسات الدولة من هزيمتها، هزيمة العناصر الإرهابية. دي لقطات طبعا لفضيلة الإمام الأكبر داخل مستشفى الشرطة. دكتورة غادة والي بقى كمان بقول لحضراتكم كان ليها كلمة الحقيقة، يعني كلمة من أم مصرية، من سيدة مصرية قبل ما تكون مسؤولة. يعني طبعا أشادت الأول بدور رجال الشرطة في حماية أرواح المواطنين، وإن إحنا بنتصدى للأعمال الإرهابية، وإن هم عندهم إصرار على حماية الوطن من أي عمليات إرهابية، والتمنيات والدعوات ليهم بالشفاء العاجل، وتقديرها للدور الكبير اللي بتقوم به قوات الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة في تكثيف منابع الإرهاب والحفاظ على استقرار البلاد. لكن كمان هي كانت بتتكلم الحقيقة على انه رجال الشرطه دول عندهم اصرار على حمايه الوطن من اي عمليات ارهابيه، وانه ايد الارهاب لن تطال اراده الشعب المصري، وهيفضل الشعب المصري بيتصدى ليهم بكل طوائفه وتاني فكره التكاتف، ودعم الشعب لمؤسسات الدوله، والشعب يتكاتف مع بعضه كمان لمحاربة هذا الإرهاب. بنتمنى طبعا يعني الدعوات للجنود وقواتنا بالشفاء العاجل يا رب إن شاء الله.